ترجع الكرة من رضوان قلعجي ومن ناجي عالطاير أقرب إلى الدفاع، ولكن خطاب مشلب جول 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 جول. خطاب مشلب عم بيسجل هدف التقدم. تمرير طويل وصلت لعماد الحموي، لا وجود للتسلل. عماد 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 تأخر. عماد 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 والتسديد. عماد جول 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 جول. عماد الحموي يسجل هدف التعادل. محمد صهيوني والعرضية داخل منطقة الجزاء والرأسية، ولكن جول 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 جول. محمد الواكد يسجل هدف ثاني. محمد الواكد عرضية من محمد صهيوني